السلام خوتي خواتاتي كديري، لاباس عليكم؟ صحتكم بخير؟ نتمنى تكونوا باخر احوال. المهم نهار جديد وفيديو جديد، نهار جديد ونهار جديد. اليوم باريزه، الباريزه اش كاين في الباريزه؟ المهم الوالده جات وجابت شكلت البريزه، داك الشيء شكلت مشكل، داك الشيء طاح لها في بالها جابته معاها. غاتشوف اول حاجه اللي يعرف هذا، انا نحلو لكم دابا. اللي يعرف هذا الذكريات، ذكريات شافوا ايهاب قالت ياه. غاتشوف كنا كنقول لها بنانه، عيطوا عليها. ملي كنا دراري صغار كنا كنقراو في المدرسه كنا كناكلوها. هذه هي اللي ولات جاتها. غاتشوف الوالدين، شوفوا 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 واحد المنظر راه محطوط هنايا قبل ما نحل الباريزه. والببوش، الببوش ما ساتوش الوالده جايباه معاه من الليل. كان بحال رز في حياتي، هانت الزيف جاي من المغرب. هانت الوالده جابت لي تحتية هادي فيها الراية، الراية ديال المغرب تلبسها ليكم في الدار. هانت شوف الوالده قالت لي مشيت خيرتها وجبتها ليك. الوالده راه الوطنية كتسري لها في الدم. هانت بيمة حمراء. اشنو جابت اخرى؟ الراية، الراية تاهي الراية تجيبها. ايديال الحلاوي. يا السكر الفانيلا والخمارات. سير عند ماماك، سير عند ماماك، سير طلع عند ماماك، سير جاي شتف ليها. جابت لي مسكين تا هو العاب، راه مشى كيلعب بهم، جابت لي العاب. هاد الحلاوي، الحلاوي على الشكال راه برا. هاد الشيء شنو هو الوالده جايبه هنا؟ قولي لي شنو هو؟ ارجمي لينا الوالده شنو هو هذا؟ بما نحلو العيد ميلاد غنحلو. ها شاركوا مع العائله. ايه هادي العيد ميلاد، ها كيف كنا زبقوا بيه. الوالده مفكره كلشي جايبان، كلشي جايبان. هادو هما الوالدين، هادو هما الوالدين كيجيبو اي حاجه كيقولو هادشي راه يحتاجوه. المهم ان شاء الله غنديرو شي حفله ونزوقوا بها الحياة ان شاء الله. ها هو الجنجلان، الجنجلان ديال المغرب. غنديرو سل وقل. ها هو الجنجلان مريم. على شناهو؟ انا كنكتشف معاكم اخوتي، كنكتشف معاكم. ها السمن، غنحلو هذا السمن. ها هو السمن، هذا السمن وقل، السمن الحي زوين. يحلي نحلو. ها هو السمن، مجد مجد السمن. السمن كديرها معايا القاع. مجد ما شاء الله، مجد جاي من المغرب. مجد بخلي الطار وعامر. هاي 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 النقاشة ديالنا قاد نقافة فينك. الحنة من المغرب، حسنا باكية لك وباكية العز لك. هذه الحسنة وهذه المريم، حيت هما اللي كيديروا الحنة بزاف. لا بغيت نجي عندهم كيحنيو ليا وصافي. هاي شنو هي دي لويزة؟ الحنة هادي، هاي الحنة، هاي الحنة الطبيعية. شاهي جابتها. دب هادي لويزة، لا ماشي لويزة، الزعتر. ها هو الزعتر، جابت بيت الزعتر. ياك الوالدة دا الزعتر؟ زعتر ايه زعتر. دابا شوفها. الله ينورك، الله ينورك. هذا الإسعافات، الإسعافات. الوالدة جابها معاها البيطادين الحمر وبومات العينين. هادو كيخطاوش كل مغربي، البيطادين الحمر والبومة الصفراء. بقى لا هذيك اللي ما جبتيش الوالدة فين فين الراه. فهمتي؟ بحال نايف. شوف الوالدة اش جايبة. هانت يا حسنة، ما بغيتي النقش. هادي البرا، البرا ديال النقيش جايبها مع ماما مسكينة من المغرب. ها نعدش النقاش، جبتي جوج؟ يلا وحدة، وحدة المريم وحدة الحسنة. هاي اخرى جوج جايبة. غنزيدو شنو كاين؟ شنو كاين اخر؟ هاي 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 تعال تشوف تعال. ها هو ها هو محبوبة جماعة قدام. هانت شوف مرا ندينا وراي بيت. شكون اللي عاق عليه؟ ما بغاتش ياكل. ها هو ريبي. ها شوف البيز، البيز راه فيها الخير والبركه. شوف 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 ما شاء الله، هادشي كله
عرفتنا في الامارات قالت البنات يمكن يحتاجوا الزعفران يمكن يحتاجوا الحناء يمكن يحتاجوا الكيس ديال الحمام شحال من كيس تبارك الله عاد راه متكسلوا بالحمام هاتي جايبه لي انا في الوردي عز عليا الوردي وجايبه جوج في الاحمر هذو المريم وهذو ليا انا متكسلوا بالحمام ها هما كيس ديال الحمام انا ولا داك الشيء كاين هنا ولكن الوالدين والمواد خاصهم ضروري يجيو حنا قلنا لا ما تجيبيو حتى حاجه اللي قالت لي نجيو لك نقول لها ما تجيبيش هذيك البنانه بغاتو مريم ما تجيبيش وريتو لي شنو هذا الشيء ما عرفوش شنو هذا الشيء هذه هي التحميره شنو هذه الوالده هذا راه وقيله هذاك الريحان ها هو الريحان الجديد الريحان بقى تفتح الريحان جايبه معاه هذا الحاجه هذه هنايا هي البلبوله ديال المغرب هنايا النعناع في اليوم ما شاء الله تبارك الله عاطي ريحته في اليوم ديال المغرب والنعناع جابته من المغرب عزك الوالده الله يحفظك الله يخليك صحيحتك الرقيقات ومشي منيشات من المغرب وهذا الشيء ما عرفتوش شنو هذا الشيء الوالده وقال لك كحول هذا كحول كحول هذا هذا كحول واحد هذا راه كحول صابون بنزين لا كحول بودره كحول لا هذاك هذاك الشكلاط ديال الشكلاط شكلاط ديال الكاكاو هذا اي شكلاط وكاكاو صحيح كحول والله تصحيح كحول بالي بحال المودا هذا الخبز من المغرب هذا الخبز جاتو من المغرب الوالده الوالده جابت هذوك النويطات البياسات اللي ما كاينينش هنا جابتهم الوالده ويدا جات لك هذوك الاشياء اللي فكرت هي قالت وقيلا ما غاديش يكون عندهم هاد الاشياء في الامارات ولكن تبارك الله اسواق الايرانيه كلشي فيهم مغربي كلشي هاد قلت لك الله هاي السفره ديال المغرب هادي جبتها معايا من المغرب السفره ما شاء الله شوف السلعه ديال العطار هانت عاوتاني رايبي جميله طيبي جميله هاي جبت الساق هو جوج كنت وريتهم لكم الساق ما شاء الله قالي هاواي محبوبه الجماهير تاع ديرا العشق العشق هنايا راهي بي وما عندينا وداكشي هاي جوج هذا النخاله جيب النخاله ماما النخاله البلبوله ماما جيب النخاله النخاله وسط الامارات عاد تقول النخاله تي ليش النخاله الوالده راكي قرصو بها العجينه ها بغات تقرص بها الخبز ايوا الوالده راه داك الشيء عندها بلدي ها هي النخاله جابت ديرها من في شي طاره في شي طاره هذه تي النخاله حيديها هذا القمح هذا كاين هنايا كاين هذا ايديال ديال الحليب اللي كنديروه عقلتو كنديروه في رمضان حنا كن ايديال تجي زوينه هذا الشيء ما كاينش كيدورش ها الوالده فلاش شوف هاد الكاشي راه كي دايره مرسى ديال الله درا في نص ديال الكبارات وريتهم هات الصندره ديال الجواهر الصندره ديال سلطان ديال الجواهر اش من جواهر سلطان جواهر هذه البنات جواهر عادي اسمع ليها ما نسيتش جواهر بدات والله تنحلو قدام اوان كتشوف قدام هاو بالريت هذا بالريت كان عندي في الدار دابا لا شري جديد جديد لا باقي ما هذه مروزيه نشوف هذه الميكه شنو فيها دقيق محمر ديال السله دقيق محمر بعد ديري السله ها هو الجنجلا شفت كيلو الجنجلا وريتهم الجنجلا صافي هذا دقيق محمر شنو هذا الشيء شنو الوليده جميل
هذيك الشيبه بوحدها وهذه الشيبه بوحدها صافي هذه ديرها في الفريكو ما نمشي في الفريكو هالشيبه خليها لك يلا الدريات يلا هزوا هذا الشيء باش يلا ديروا الوالده خليها سكينه الوالده راه كتبقى تهز وتنقل الوالده مسكينه الوالده ما كتبغيش تجلس بل الوالده تشوف هذا الشيء كتبدا تطرف فيه بوحدها قال الوالده قالت لي ارتاحي جبناك باش ترتاحي خلي الدريات يطرفوا وانا نكمل معاك الصفيره اه الوالده غادي يقول لك خلقوا بالجيبه هاي يقولوا لك غير صحي هذا ولكن الملوي ضروري كيديروا هذا ملي كبرنا وهي كطيب لنا الوالده بالملوين هذا ها هي جابته لينا واخا مؤخرا الناس مابقاش كيطيبوا فيه كيقول لك اصطناعي وداك الشيء كيطيبوا فيه داك بالخرق من البلدي ولكن جيبها لينا ها انت الصباغه ضروري النوادر اللي طلعوا الشيب خاص ضروري تضر بما تطيع ضروري ما كاينش ما كاينش الوالده راه صورت لهم كل شيء ما كاينش ما خبينا لك والو ها هادو ديال قال البراد قلت لي باش كتهزوا داك الشيء باش ما كيحرقكمش ديال شد الوالده ديالي اش هادي هذيك ديال الفم ديال لا طبق السنان ديال الاسنان المهم هو اذا ما تنسى حتى حاجه كان الصوفي ديال الدراري الصغار هذا كان الصوفي باقي ما جا الوالده كانت مشات للعطار وكتبقى تقول لي يلاه عطيني كمون صوفي عطيني شويه من هذا عطيني شويه دراهم لا هذا الكحل شنو يصلح هذه الكحله جايب الملاوي ديال الكحول جايب الكحول انت شحال شوفوا عندي الوالده شحال جايبه من البراد ثلاث براوات شوف شحال ديال الصباع قال لي شاب اشاره خاصني ندي المهند شويه من الماكله المهند شاب اشاره مسكين شتي غادي نقول لك هادشي شنو هو ماما لاوي واحد اللويات ديال القلب ها النوار هذاك الوحيد هذا النوار شنو هو النوار شوف 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 احنا ما ماشي الحنه ما عنديش الحنه هذا شنو هذا مسخن هذا مسخن اه مسخن مسخن ديال مامي ولدات نتيا مسخن ديال رخيصه وشوفي لك هذيك النعل اليوم دور غير الدجاج البلدي اه هو الدجاج البلدي جاب لنا فروج مسكين الدجاج البلدي جاب لنا الحيمات هنايا قال لي ما تجيب والو هي بقات كتجي الدجاج جامد راه يلاه يلاه سكر الحمد لله ايه مرحبا الفيديو واه صورت لهم الفيديو هاد شوف جابت لينا الكرافس مسكينه تما والربيع وكلشي داكشي بحال مشات تقدات السوق وجات طلعت الطياره حيت هادشي مغربي ايه هاي داكشي كاع ما طلعوش هنايا بحال المهم الله يخلي لكم والديكم الله يخلي لكم والديكم حبايبي هذا الشيء هو اللي جابت الوالده شارته معاكم جابته من المغرب كما قلنا لكم قلنا لا ما تجيبوا والو ولكن ضروري الوالدين ما يهزوا ضروري واخا تقول لهم لا ما تجيبوا حتى حاجه خاصهم يجيبوا المهم حبايبي الله يخلي لكم والديكم واللي والديه توفى والله يرحمهم ويوسع عليهم في هذا النهار المهم حبايبي هذا هو الفيديو شاركت معكم الاشياء اللي جابت الوالده كما قلت لكم الوالدين واخا تقول لي ما تجيبوا والو ضروري يجيبوا لكم الله يخلي لكم والديكم وهذا هو الفيديو ديال كان ديال اليوم نتمنى يكون خفيف وضرب على القلب كيف العاده وتسنى فيديو قادم باذن الله ومع السلامه حبايبي